مئات المواطنين خرجوا بمسيرة شكر للدول التي دعمت فلسطين في الأمم المتحدة ولتأكيد على رفض القرار الأمريكي الأخير بشأن القدس، والتي انطلقت من باب زكاك وسط مدينة بيت لحم باتجاه المدخل الشمالي للمدينة والذي يعد نقطة تماس مع الاحتلال. برنامج نضالي متفق عليه مع القوى الوطنية كافة، فحركة فتح جزء من خارطة الشعب الفلسطيني، وباعتقادي نحن بحاجة إلى استمرار هذه الخطوات حتى لو كانت في هذه المرحلة ما زالت لم تأخذ الزخم الجماهيري، لكن مجرد استمرارها وهو انعكاس لقرار المشؤوم لدونالد ترامب. رفع المشاركون في المسيرة أعلام 128 دولة التي صوتت لصالح فلسطين في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، على الرغم من التهديدات الأمريكية بقطع المساعدات عن تلك الدول. هذه الشعوب التي خرجت إلى الشوارع وضغطت على حكوماتها من أجل أن تكون مع الحق الفلسطيني، وهذا مهم جدا، ليس فقط الحكومات وأيضا هذه الشعوب والجماهير التي خرجت للشوارع، شكرا لهم، شكرا لأنهم وقفوا بجانب الحق الفلسطيني. كما دعا المشاركون الدول التسعة التي صوتت ضد فلسطين إلى العدول عن قرارها والوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة. شكرا لكم لوقفتكم الجادة والوطنية مع الشعب الفلسطيني، ونأمل من باقي دول العالم أن يتخذوا نفس الموقف مثل هؤلاء الدول الشجعان الذين تحدوا القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لدولة إسرائيل. وقبل أن تستقر المسيرة على المدخل الشمالي لبيت لحمة، سرعان ما أطلق جنود الاحتلال القنابل الغازية والأعيرة المطاطية تجاه الفلسطينيين، واعتقل الجنود الناشط في اللجان الشعبية منذر عميرة، كما دققوا في بطاقات الصحفيين وأجبروهم على الرجوع لمسافة تحجب الصورة كاملة. وكما كل مرة يقمع الاحتلال الفلسطينيين لمجرد خروجهم بمسيرة سلمية لشكر الدول التي دعمتهم في الأمم المتحدة. لفضائية الحقيقة الدولية، وعد الكار، بيت لحم، فلسطين المحتلة.